منين كتجيب هاد المصادر ديالك؟ هاد يقال ان عندك ايادي خفيه، عندك مصادر خاصه ايادي الخفيه اللي كتزودك بمعلومات، حيت انت معروف عليك انك من الصحفيين اللي ما كتهضرش بلا دليل. يعني دائما عندك مستندات كتكون هي اللي كما كنقولوا مسخنه لكتافك، كتخليك تهضر بداك الجرأة وبداك. لا بد ما يمكنش تهضر هاد المصادر فات بلا دليل. لا، هو اولا انا صحفي، صحفي مهني، والصحفي حنا تنعرفوا كاين واحد الجنس نبيل تسمى بالاجناس النبيله في الصحافه سميتو التحقيق. هذا التحقيق واحد من انبل الاجناس الصحفيه واصعب الاجناس الصحفيه. يعني حنا ملي تنبغيو نديروا لونكيت على ملف معين رانا نتقمص دور البوليس انت دون ان ننتحل الصفه، نتقمص دور البوليس محقق. فخليني ملي تنقول لك نتقمص دور المحقق ونحن محققين في هذا الجنس، فبالتالي راه تتمشي تقلب على المعلومه بكل الطرق المتاحه، بكل الطرق المتاحة. ثم المصادر، لكل صحفي مصادر، وطبيعة الحال المصادر ديالك كل سرية ومحال ومستحيل تقولها لنا. الصحفي قانون الإعلام والميثاق الأخلاقيات خاصة يخول لنا أن نحمي مصادرنا. أكيد. حتى أمام القاضي نحمي مصادر، إلا الأمور اللي تتكون مرتبطة بالأمن القومي، بأمن الدولة مثلا، نقاش في الأمر هذه معروفة. واضح. شي حاجه تهدد الامن القومي راه غادي نقول لهم مصداري. الا كنتي قلتي لي معلومه تتهدد الامن القومي وهي كاذبه راه ما يمكنش. واضح. راه اول من يحاربك بعدا هو انا. واضح. بلا ما نمشي للبوليس انا ما يمكنش شي واحد يزعزع امن البلاد. فعلا نحافظ على بلادنا.